خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد بالأمس الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن في حرص شديد على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية، وكمان تنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية، أيضا متابعة وضع اللمسات النهائية لمختلف الأعمال تمهيدا لافتتاح المتحف رسميا. كمان امبارح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية شارك في المؤتمر التحضيري للدولي للسياحة العلاجية اللي من المقرر انطلاقه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل، وقال إن حجم سوق السياحة العلاجية يقدر في مصر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا. فعاليات المؤتمر هتشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية وشركات التسفير العلاجي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد امبارح الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمي، وقال مدبولي كان هناك حرص شديد خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية والمتابعة لوضع اللمسات النهائية لمختلف الأعمال تمهيداً لافتتاح المتحف رسمياً. امبارح وعقب تفقده الأعمال النهائية بالمتحف المصري الكبير، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وخلال جولته تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف. امبارح شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، شارك في المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية Egypt Health Tourism International Conference والمقرر انطلاقه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل. وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إن حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنوياً، مضيفاً أن هذا السوق متنامي بنسبة أكبر من 12.5% سنوياً. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. البداية من محافظة الغربية، تم إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بنسبة تصل إلى 99%، وفي محافظة الجيزة تم توصيل المياه ل 65 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر عمار في العياط. كمان في مطروح تم تنظيم قافلة طبية في 3 قرى بسيوة بتشمل العلاج والكشف مجاناً، وفي بني سويف تم تدشين أكثر من 20 منفذ ثابت ومتنقل لبيع السلع الغذائية استعداداً لرمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية أكدت المحافظة إن مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا شهد الانتهاء من بناء 6 عمارات تحتوي على 480 وحدة سكنية، وبتتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و9 أدوار علوية، وبتضم منفذين بيع بنسبة إنجاز 99%. في الوادي الجديد أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة الدخلة عن طرح محلات تجارية للشباب لتوفير فرص عمل ليهم ومراعاة للبعد الاجتماعي، وبتبلغ إجمالي قيمة المحل 75,000 جنيه، وعلى من ترسو عليه عملية الاقتراع سداد مبلغ 10,000 جنيه قيمة مقدمة المحل، وسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات 120 شهر بيدفع خلال 3 أيام عمل على الأكثر من كل شهر. في المنوفية أعلنت المحافظة تحصين 202,657 رأس ماشية وأغنام منذ بدء العمل بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدر الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة. في الجيزة أكدت شركة مياه الشرب توصيل المياه ل 65 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر عمار بمركز العياط، وده بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية بعد عمل الأبحاث الميدانية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية ودراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية لتلك الأسر. في بني سويف أكدت المحافظة أنه تم توفير أكثر من 20 منفذ ثابت ومتنقل لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم بأسعار مخفضة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.
في مطروح أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية مجانية في 3 قرى رئيسية تشمل قرية المراقي وقرية بهي الدين ومشندت، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبتتضمن القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.